شابا اسكو شفتو تبون يبكي على واش؟ يبكي على اهل غزه يا اخي، نتوما كاع في بدايه الحرب والجزائر وسوف تعلن الحرب على اسرائيل، واش درتو؟ واش درتو؟ وراه اس 400 وراه الجيوش اللي كنتو تهدوا بهم وعنا ونديروا في المناورات في الصحراء مع بشار، واش درتو؟ الفرفاله بردت شويه. انا كان ضحكني واحد كان كل يوم يدخل لي كومونتير يقول لي احنا غادي تشوف غادي تشوف واش غادي يصرى. اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلي دي موا دي موا كان والو. كان يبكي على وحده عريضه عريضه المراود قاد بحديده وتعوج فيها فمها وتوا. هذاك هو الجيش اللي راح تحرر به. الجيش اللي تحرر به ماشي تاع تواغو الكريز، الجيش ما يبانش. الناس دروك تخمم كيفاش ترسل روبوات للمدابزه، ما ترسلش بنادم، ما يرسلش بنادم، ما يحوش على بنادم يرفد سلاح ويروح يدابز، يحوس يخدم بروبو يروح هو يدابز في بلاصه البنادم. بنادم يتيلي يديه من بعيد، بنادم يكون في الماريكان والروبو راه يحارب في بلاصته 2 كيلومتر. هذا هو التقدم تاع الجيش. ما انك جايب لي وحده توغ وديجا الله يفتحها عليكم، الله يفتحها عليكم. نتوما شفتوا ماداما جاي واحد ضربها في ظهرها تعاود دارت واو كدا ويقرع لها، يقرع لها باش تضربو. دايرين لي مسرحيه يبكي عليها تبون. اه ربي راه عندي جيش قوي، عندي جيش قوي. هاك هو الجيش القوي اللي راك فرحان به. هذه هي الجزائر الاستقلال، هذه هي. واش درتو لفلسطين؟ واش درتو؟ مش كنت تقول فلسطين خلوها عليا؟ ما بكاش على هند حمادة البنت اللي في عمرها 6 سنين حاصرتها الدبابات وتيراو عليها ب 330 طلقة، 330 طلقة. الجسد تاعها ما بغاوش يخلوه، ما بغاوش يخلوه يبينوه للشعب، ما بغاوش يخلوه يبينوه للصحافة العالمية باش تشوف إجرام جيش ما لا يوصف، ما عندوش حد من الوصف. كل الشعوب العربية اليوم نشوف في واحد الفيديو تاع واحد المرة تطلب في ربي تقول لهم يا ربي احرمهم من الشفاعة. عشان لا تحرمكم ربي من الشفاعة لأنكم ما بغيتوش تشفعوا للشعب الفلسطيني، ولا عربي ولا رئيس عربي. هادو اللي مسميين روحهم العرب تكلم، ولا رئيس عربي تكلم. بعد 10 شهور اللي قال لكم خلوها عليا ما كان والو. دوك اللي بلي تبون والجيش الشعبي الوطني ونحن الناس غتحوس على لا ديال سيت تاع اديال 3 راكم تهضروا عليه اكثر من اللي تهضروا على اي قضيه مهمه في العالم. سودانيين مساكين مجازر ترتكب في حقهم، كل يوم يموتوا 100 كل يوم. تبون كان مع بن زايد يسلم عليه في الجيسات يهضروا نورمال عادي وداخلين لكم امارات ما الامارات سيت ماشي قادرين تجيره سيت ان سيت. ما دوموندوش منكم تخدموا حاجه مع باليش نيوكليير ولا سيت برك، ما عطيتوش تجيروه باش الناس دير فيه لي زانسكريبسيون. فشل سو كي نو بوف با جيري ان سيت، ان سيت اسكيل بوف جيري ان بيي. الناس راها حاصله مش تسجل في سكنات عدل. ابراهيم انا والله العظيم سو كي مانكيات سي با سا، فكي من كي تشوف المستوى اللي رجعوا ليه المواطن. يعني هذه لو كان نرفدوا هذه قضيه عدل، كم من مره استعملت للعبه على الدقون؟ يعني شحال من مره هذا النظام هذا كذب باسم عدل على المواطن؟ شحال من مره ويدخلوهم ان شاء الله في الثلاثي الأول تاع 2016 ولا يدخل. بعد قرابة السنة يضرب الوزير موعدا آخر. كل 2001-2002 سكنوا في 2006 إن شاء الله. بعد 6 أشهر برنامج عدل واحد سيسلم مع بداية 2017. مثل ما قلت يعني في نهاية السنة ربما شهر ولا شهرين بعد نهاية السنة ما نزيش نتكلم عن 2001-2002. هذه التصريحات هي جزء يسير من التناقضات الكثيرة التي حملتها خرجات الوزير عبد المجيد تبون. المواطن أصبح راه يسجد لمسؤول بسيط جدا يهدر لك على المغاربة وشفتوا المغاربة ويبوسوا اليدين مش في خشلة.
يدو تقعو قلت لهم سيد لا سيد بس لا كرعيه ماشي يديه قلتو بس لا كرعيه واش بيكم؟ هذا هو حكم العسكري. إذا كان المراركة يركعوا احنا رانا ابدعنا احنا نسجدوا راه عندنا جزائريين يسجدوا الحاكم كذاب يعني اكثر من هذا الشيء ما كانش يعني انا نكذب وانت شحال ما انا نزيد نكذب شحال ما انت تزيد تصدق على كل يعني دار اللقمان ما زالت على حالها ابراهيم خويا والله دار اللقمان ما دام هاد على الفون اكسبري في ادلال الشعب الجزائري انه يزيد ويوريو لك مناطق الذل والهوان ما او كونترار اي بيان يل سافيش افيك سا و يز اساي دو تروفي دي زارغومون يز اساي ا تو بري دو جوستيفي لانجوستيفيا سي تيريبل قسما بالله لا سي تيريبل